محاضرات تحديد اعطار، هنحدد العطل ازاي ونوصل له ازاي. بعد كده بننتقل للثلاجه البابيه، وهي بتبقى معقده شويه وفيها حاجات اكتر من الثلاجه البابيه. هناخد يعني ايه دي فروست ويعني ايه نو فروست. هنتعلم ازاي نوصل التكييف، توصيل التكييف على الكارت. بعد الثلاجات هننتقل للتكييفات، هنتعلم ازاي توصل الكارت، لكن ازاي نصلح الكارت ده شغل كنترول، ده له مهندسين متخصصين. فلو حد جاي وعامل حسابه ان هو هيمشي الكارت زي دي يصلحها، لا ده مش هيحصل. لكن ازاي هشيل اوصل التكييف بالكارتة، اوصل الوحدة الخارجية بالكارتة والوحدة الداخلية بالكارتة، لا هتتعلمه هنا في الكلية. الكارتة سواء كانت سوني او كارتة الجهاز، اي كارتة، اي كارتة. ما في اجهزة مثلا الكارتة بتاعتها وبوصة انت بتروح تشتريها كارتة سيل وبتتولف عليها وبتتجهز. بس التصليح بتاع الكارتة نفسه لو في مقاومة مثلا من المقاومات الصغيرة في الكارتة دي لها مهندسين تانيين اسمه مهندس كنترول. ماشي. انت بتحل الكارتة من التكييف وبتروح توديها للمهندس ده يظبطها لك، وتيجي انت تركب بس الايه السلوك بتاعك. بتعرف ازاي تتعلم ازاي تعمل فلير، ازاي تتني الماسوره ليها طريقه في الثانيه بتاعتها، طول الماسوره هيأثر معاك في التكييف ولا لا. طبعا